لا ما في الا العافيه يا ابو محمد، ارحب فيك وارحب الله بالشباب يحييك اللي موجودين الله معاك يحييك ان شاء وكل الله باسمه، وان شاء الله يا رب ان يكون عن حسن ظنكم وحسن اللهم ظن المشاهدين اتمنى ان شاء الله. توضح لنا ابو مشعل وللمشاهدين موضوع روجيه موضوع منع من التعاقدات اللي تكلم فيه اخونا عبد الله عاشور وكيل اللاعب يوم امس في حلقه الامس. ابو محمد شوف، احنا موضوع روجيه يعني احنا على علم فيه، يعني مو ما هو وليده اللحظه ولا هو وليده امس، احنا على علم فيه مخاطبات ومراسلات مع محامي الاتحاد من فيفا، وعندنا علم انه في تاريخ اللي هو الديدلاين مع روجيه، واحنا متواصلين يعني مع كذا جهه، والموضوع انه خلاص يعني احنا من قبل لا يطلع الاخ ابو عبد الوهاب عبد الله عاشور، احنا امس قمنا بالاجراء اللي هو تسديد المبلغ بالكامل، ويعني يشكر عليه بعد يعني انا امسي عليه بالخير الشيخ تركي، يعني المبلغ هو بالكويت اللي تسدد، يعني هو البطاله تقريبا 18000 ونص كويتي، راح سدد لك 19000. هذه قيمه رواتب روجيه 18000 ونص كويتي، تسددت له تقريبا 19500 دينار معطيه زياده، يعني هذه ابو مشعل، هذه ابو مشعل قيمه رواتب طبعا، ها قيمه رواتب، قيمه بونص، قيمه يعني في امور مو بس الرواتب. نعم. يعني لا كان هو كان من ضمن عقده، يعني كان هو ما عنده سياره كان ياخذ بدل سياره، وكان في امور يعني هذه اللي هو الترتيبات. نعم. اللي موجوده في العقد. نعم. وباذن الله ان شاء الله يوم الاحد راح يوصل اشعار اللي من التحويل، وراح يتخاطب مع المحامي والموضوع راح يتسكر نهائيا خلاص. يعني موضوع منع من التعاقدات هذا ننساه ان شاء الله؟ لا 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 لا، موضوع خاص من نقاط. زين وضح لي ابو مشعل، عبد الله عاشور امس وعبد الوهاب قال، طبعا الكلام واضح، قال ان المحامي قال له في امور اخرى بس يقول ما بيتكلم عنها، العالم تكلموا عن خصم بعض النقاط من الفريق. ابو محمد هو دائما يعني هو تحكي، انا اللي شفته انه وكلام اخوي عبد الله انه قال انه في قضايا مشاكل امور اخرى. مع نعم. نعم. امور اخرى مو مع نادي السالميه يمكن. لا 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 لا, لا, لا هو قصد السالميه، وانا تحديدا قلت له في ست نقاط قال له اللاعب الاجنبي موسم كامل احتراف. قال لا انا ما وضح لي او انا تعمدت ما اعرف الموضوع مني، يقول انا همي عملي فقط اللي هو موضوع روجيه فقط. انا بس انا راح ارد لك على هالموضوع. نعم. احنا يعني دائما يعني هو مو من صميم عمل يعني المتعهد انه يقوم في متابعه قضايا لاعب، لان اللاعب في يرفع قضيه من نفسه الى الفيفا، والفيفا يخاطب النادي تكون الدائره بين ابو مشعل هو وكيله، هو وكيله يعني على الامانه يعني علاقتي قويه مع الاخ ابو عبد الوهاب. نعم. هي دائره القضيه دائما تكون بين محامي الفيفا واللاعب والنادي. هو كان متعهد اللاعب، يعني هو اللي يعني تواصل مع النادي وجاء اللاعب وهو خذ نسبته، ويعني انا اتوقع يعني ان دوره مفروض انتهى. قصدك دوره مفروض انه يكون انتهى يعني بعد عبد الوهاب، بس هو عبد الوهاب شخص يعني انا ما يعني ما الومه، لانه يبي لاعب كان عنده ويبي انه يتسدد حقوقه وهالامور هذه، انا ما الومه بالنقطه، لكن هو المفروض انه يكون دوره انتهى من انه يستلم نسبه. يعني هذا ابو مشعل هذا عتب منك لابو عبد الوهاب؟ لا والله عتب بالقدر المحبه، ترى ابو عبد الوهاب انا كان لي اتصال شخصيا فيه اليوم، وبالعكس ابو عبد الوهاب من الناس اللي عزيزين علي شخصيا يعني، وعلاقتي فيه بالنادي وخارج النادي هو يعلمها شخصيا، لكن يعني هو مفروض انه قبل لا يصير الاتصال امس مفروض انه يعني يتصل علينا ويعرف احنا، لانه هو احنا لما نروح نسدد المبلغ حق اللاعب يعني احنا مو مخولين ان نروح نخاطب عبد الله عاشور نقول احنا رحنا سددنا، احنا محاميه هو محاميه عارف ان الموضوع انه تسدد ورسل له الخطاب وخلاص، يعني احنا هل احنا اذا خاطبنا عبد الله عاشور شغله ضروريه انه لازم نخاطب عبد الله عاشور؟ انتوا 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 سددتوا امس الصبح قبل لا يدخل معنا باتصال ابو عبد الوهاب. اي نعم وانتشر الكتاب التحويل، وباذن الله ان شاء الله اشعار البنك راح يكون يوم الاحد. اما الموضوع الثاني اللي قلت عنه ابو محمد اللي هو اللي قال عنه المشاكل الثانيه، احنا ما عندنا، احنا كانت عندنا موضوع اللاعب محمود زعترة تسدد له نص المبلغ، وباذن الله هو مع صالح راتب راح يتسدد ان شاء الله خلال الاسبوع القادم، يتسكر موضوع الديون الخارجيه للنادي كامله، والمبلغ كله ما يتجاوز تقريبا
11 الى 12 دينار كويتي في اللاعبين هذيلا. يعني قبل خمسة 12 الامور خالصه ان شاء الله. لا 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 لا، هو 5 12 كان الديد لاين حق روجي، حق روجي نعم. بس يعني يعني باختصار ان شاء الله ما في شيء. لا لا لا، انا كل من يعني جمهور السالميه وجمهور السالميه انه ما في شيء ان شاء الله. واللي صار يا ابو محمد، انا خل ازيدك بنقطه يعني. نعم. اللي صار في خصم 3 نقاط اللي صارت علينا في الصيف. نعم. هذا الكل يعلم ان كانت الكتب ما كانت توصل لنادي السالميه. لو هي واصله، ما في نادي يحب حق ناديه وفريق الضرر وخصم. نعم. النقاط اي، ما في نادي يرضى انه يصير هالامر هذا. عطني يا ابو مشعل. هلا، صباحك الله بالخير. يا هلا هلا ابو بدر حبيبي. ابو مشعل، كم محترف عندكم حاليا؟ حاليا طال عمرك عندنا 5. زين. اللاعب روجيه قبل لا يطلع منكم ما وقع مخالصه وبصم الكتاب مال المخالصه، خذ فلوسه روجيه؟ ايه. لا لا، روجيه طال عمرك يعني، لان الاتحاد الكويتي حتى ويانا ايه؟ والاتحاد لما يصير في مخالصه بينك وبين اللاعب يحق لك تجيب اللاعب اللي البديل له، لكن اذا ما كانت في مخالصه معناته محسوب عليك حتى بالتي ام سي. والله ابو بدر، هو شوف يعني، هو روجيه طلع من النادي كان التي ام اس مسكر مثل ما انت تدري يعني. انا وياك بس في مانول. ايه اذا كان مانول ما كان يعني، هو وهي ما كانت المخالصه يعني رسميه، كانت ان ان شاء الله احنا راح نسدد لك المبالغ اللي انت بس ان شاء الله الفتره القادمه راح نسدد لك المبالغ. هي بس شلون الاتحاد الكويتي وافق انك تجيب لاعب خامس وانت ما له شغل ابو بدر؟ ما له شغل ابو بدر. لا انا اتكلم عن احنا كنادينا، اتكلم عن كاظمه، احنا كل لاعب خلاص ما نبي نعطيه فلوسه ويوقع مخالصه ويبصم بالمخالصه انه ما له حق انه يقاضينا. لكن شنو اعطيك مجال نروح يقاضيكم؟ صح. لا لا، انا اقول لك شغله ابو بدر بعد اذنك. روجيه هل هو كان ايام ايقاف الاتحاد الكويتي كره القدم؟ ايه. كانت يا طول العمر ما في تي ام اس، عدل؟ عدل عدل. زين عدل. وكان طال عمرك الامور تصير بين اللاعب وبين المتعهد والنادي والاتحاد عمليه مانيوال. كتاب كتاب اتعهد ان كذا كذا اصرف لفلان. صح. كعقد، كانه عقد عادي. نعم. بدون اجراءات. صح. تمس الاتحاد الدولي او مراسلات او غيره. لا بس روح حق الاتحاد الدولي. لا خلنا نقول شغله، انت طبعا الفتره هذه احنا كنا خارج نطاق الاتحاد الدولي. خلنا نخلص ابو بدر، خلنا نخلص من ابو مشعل يعطيه العافيه، ما قصر وضح لنا بعض الامور. المهم الحمد لله على سلامتك يا ابو مشعل. اهم شيء ابو مشعل. هلا ابو محمد. اقضب 3 نقاط او 6 نقاط عدل، لان البعض ناطر عشان يروح مكانكم المركز الثاني. لا باذن الله تحافظوا بنطمح ان شاء الله نكون من الاوائل ان شاء الله. اذا باخذ 3 نقاط منه باخذها بذراعي بالمباراه، لان السالميه فريق كبير وكاظمه كبير. لعبتنا بيننا وبينهم، قد انا لما افوز على السالميه انا احصل على المركز الثاني. ابو مشعل طال عمرك، اسمع كلام اخوك، اقضب عدل لان صاحبنا ما نجحت الهوى. الله يوفقكم يا ابو مشعل. حبيبي يا ابو محمد، وشوف ما تشوفون شر ان شاء الله يا رب. حبيبي.